مرحباً بكم في تجربة استثنائية حيث تلتقي التكنولوجيا بالتاريخ. أعد اكتشافاً يا بوليس القديمة المدينة العريقة التي تأسست في القرن الخامس قبل الميلاد في نابل في رحلة تجمع بين الواقع والافتراضي. اجمع القطع الأثرية النادرة وتاجر بها في السوق باستخدام تكنولوجيا البلوكشين. حل الألغاز القديمة واكتشف أسرار الحضارة التي خلدها التاريخ. تحدث إلى دليلك الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي الذي سيقودك في مغامرتك عبر الزمن. انغمس تماماً في تجربة الواقع الافتراضي. عش تجربة صنع الكارون، الصلصة التي غذت حضارات البحر الأبيض المتوسط. انضم إلينا الآن وأعد إحياء الماضي باستخدام تقنيات المستقبل.